الأهلي يمكن من أفضل الفرق اللي شفناهم الآن هجوميا، فريق يمكن على المستوى الهجومي مرعب، بدليل أنه تسجيله يعني 3 أهداف في أول مباراة عن طريق نجمه فيرمينيو، حتى لما غاب تمكن الأهلي من تسجيل 3 يمكن الأهداف الأخرى. الأهلي يمكن لم يختبر فنيا، حتى واحنا نشوف القوة الهجومية اللي موجودة عنده ونشوف الأداء العالي، لم يختبر فنيا بحكم انه يمكن التقى يمكن او مسيرته راح تكون يعني مع فرق اقل منه امكانيات فنية بشكل كبير، عشان كذا يمكن حتى مسألة انه يختبر وتظهر العيوب الفنية اللي ممكن نشوفها، مسألة اللي في وسط الملعب من ناحية الابتكاك، من ناحية الصراعات راح تظهر امام الفرق الكبيرة اللي مستواها عالي فنيا، ما راح نشوفها الآن، لكن هذه فرصة كبيرة جدا للأهلي أنه قاعد يعني بهالمسيرة ويحصد النقاط مع مدرب أيضا تأخر في الوصول كثيرا، لم يعني يشرف على الفريق إلا قبل 12 يوم، فقاعد يمشي بالشكل الصحيح يعني حتى الآن.